طيب ناخذ النان لينير موديل، راح اول شيء اعمل النان لينير موديل راح احط طلاقه، بعدين راح نعمل له ران بالسيميلينك نفس النان لينير موديل زي ما هو قبل ما نعمله لينيرايزيشن. شوف ايش اخذنا، اعتبرنا انه ايه هي الاريا تبعت الاورفيس الصغيره الموجوده هون، وطبعا بقدر اطلع الاريا هاي من الدايمتر، الدايمتر تبعها 5 مليمترات. الاريا تبعت التانك، قاعده التانك من هون الدايمتر تبعها 5 سنتيمتر، اللي هو تقريبا نفس حجم التانك اللي انتم بتعملوه في المختبر، اللي عملتوا التجربه في المختبر تبعت الكابل تانكس. ها في واحد من التانكات تقريبا الانر دايمتر تبعه، او هم التانكين اللي موجودين كل واحد منهم الانر دايمتر تبعه حوالي 5 سنتيمتر بهذا الشكل. فاذا انا بقدر احسب الارياز هذول من هذول، مش هيك؟ باي ار سكوير بقسم على 2. ايش لازم اتذكر احول؟ تتصير هذه هون بوينت، هاي بتصير 0.05 متر، هاي 0.005 متر، مزبوط من هون. وطبعا بدي اخذ الراديوس اربع واضرب في باي بيطلع معي الاريا الاولى والاريا الثانيه. هلا راح افترض انا انه ستيدي ستيت اوبريتنج كونديشنز، شو يعني عندي ستيدي ستيت اوبريتنج كونديشنز؟ يعني لما بوصل هون النقطه اللي بدي استقر عندها في النهايه هي ارتفاع 10 سم. لما بكون ستيدي ستيت كونديشنز ايش يعني اتش؟ بقدر اقول عن اتش set point كانها constant. وإذا هون الفوليوم constant إيش لازم يكون العلاقة بين Q in و Q out؟ نفس الشيء. إذا بقدر أقول الآن إنه at steady state conditions Q in minus Q out بيساوي T rho V على دي تي، وهذا بيساوي زيرو، وفيش عندي تغير بالفوليوم. فبكون عندي اذا كيو ان، خلينا نحط هذه هون وهذه هون هيك وهاي هون، بكون عندي كيو ان بار ماينس كيو اوت بار بيساوي زيرو، اذا كيو ان بار بيساوي كيو اي بار. يعني لو جيت اطلعت على السيستم عند ستيدي ستيت كونديشنز راح الاقي انه بدخل له كميه معينه من الفلويد، نفس الكميه بيطلع بدالها كميه معينه هون، والهايت هذا ما عم بتغير، هذول بنسميها ستيدي ستيت كونديشنز. وعندي ستيدي ستيت كونديشنز اتش راح يكون كونستنت، مضبوط؟ هلا نذكر حالنا في المعادله، قلنا المعادله النون لينير ايكويشن اللي ما عملنا لها لينيرايزيشن كانت انه كيو اوت اوف تي بتساوي سي دي هو كوفيشنت اوف ديسشارج، اي اللي هي الاريا تبعت الاورفيس، وهون كان عندي اظن 2 جي اتش، هاي اللي بدك تحطها اتش اوف تي هون، هاي العلاقه ما بين الفلو والهايت اللي موجود هون، وهذه نون لينير، نون لينير ايكويشن خليناها بهذا الشكل اللي هي موجوده في هون. طيب خلينا نحسب اذا القيم المختلفه الموجوده هون، اذا ايه شو بتساوي؟ ايه بتساوي 0.005 على 2 تربيع في باي، المفروض تطلع معنا 1.96 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 سكوير متر، حد يتاكد بالاله الحاسبه، وكابيتال ايه بتساوي 0.05 على 2 تربيع في باي وتساوي 1.96 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 متر سكوير. اوكي مضبوط؟ عندنا سي دي قلنا هون بيساوي هذا الشيء بيساوي 9.8. مضبوط؟ اوكي. اذا هي عندي تو اريز من هون، هلا بقدر اجي اقول ات ستيدي ستيت كونديشنز كيو ان بيساوي كيو اوت، لكن كيو اوت ات ستيدي ستيت بده يساوي سي دي في اي سكوير روت اوف 2 جي اتش ستيدي ستيت، مضبوط؟ بعوض الان اتش ستيدي ستيت راح احطها، يعني النقطة اللي بدي اشتغل حواليها راح تكون 0.1، فبصير عندي 0.9 اللي احنا استخدمناها 0.91 استخدمها 0.9 مضروبة في A اللي هي 1.96 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 مضروبة في الجذر التربيعي ل 0.1 في 2 في 9.81 ويساوي حسبنا يا بالله يا مشاكل 2.5 2.5 مش 4.7 4.9 اوكي نعتبرها 2.5 اوكي 2.5 تايم 10 تو ذا ماينس
5. ايش لازم تكون وحدتها اذا شغلنا مظبوط؟ احنا كل شيء ايش حولناه؟ متر. كله هون كيوبيك متر، فلازم تكون كيوبيك متر بير سكند، لانه الجي ايش كانت وحداتها؟ متر بير سكند سكوير، متر سكوير متر دايمنشن بس، ها؟ فبتطلع الوحده معي هون كيوبيك متر بير سكند. شو يعني؟ يعني انه هذا التانك لو كان فاضي شغلته، شغلت المضخة اللي بتدخل، والمضخة اللي بتدخل كانت تعطيني 2.5 times 10 to the minus 5 cubic meters per second. شو رأيكم بهاي الوحدة؟ مش 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 سهل نفهمها، مظبوط؟ 2.5 times 10 to the minus 5. شو رأيكم نحولها لإشي منطقي أكثر؟ شو بقدر أعملها؟ هذه كم ملي لتر بساوي؟ كم لتر أول إشي المتر المكعب بساوي؟ كم لتر؟ 1000. واللتر كم ملي لتر بساوي؟ 1000. من اسمه ملي لتر بيكون 1000. إذا ممكن أضرب هاي هلأ في مليون ملي لتر لكل متر مكعب. شو اسمه هذا البراكت؟ يونيتي براكت. أشكرك يا فراس. فبشطب هذا عندي مع هذا، فبضرب، عفوا هاي لازم تكون مليون، مش مليون ملي لتر، 1000 في 1000، فبتصير عندي هاي أظن تطلع 25 ملي لتر بير سكند، مضبوط؟ ضربنا 2.5 times 10 to the minus 5 في 10 to the 6 بزيد هون منزله، فبتصير هاي 25. شو يعني 25 ملل؟ يعني 20 سنتيمتر مكعب. فكل ثانيه عمالنا بندخل على التانك 20 او 25 سنتيمتر مكعب. وقديش الارتفاع لازم يوصل في النهايه؟ عند وين بيستقر الارتفاع؟ بيبدا الفلويد يطلع، مش هيك؟ في البدايه الخروج قديش بيكون اول ما ببدا؟ زيرو. لما بكون الارتفاع زيرو، مش هيك؟ بعدين بلاحظ، ببدا بلاحظ انه كل ما ارتفع الارتفاع هون بيبدأ يزيد الفلو، بضل يزيد عند نقطة معينة. قديش قيمتها اتش بتكون؟ 0.1 سنتي. شو راح يتساوى؟ راح يتساوى الخروج والدخول. أنا وصلت لهيك ستيدي ستيت كونديشنز، أوكي؟ لو زادت اتش، لو صار ديستربنس وزادت اتش شوي عن هاي، شو بصير؟ بصير الأوتبوت فلو أكبر من الإنبوت فلو، فشو بصير؟ بنزل الفوليوم تبع التانك. ولو نزل، صار ديستربنس، نزلت اتش عن هاي النقطة، شو بصير؟ بصير الاوتبوت فلو اقل من الانبوت فلو، فبيرتفع. فهي نقطة استابيليتي، هاي نقطة استقرار، يعني ايكوليبريم. هاي نقطة ايكوليبريم، ها؟ ستيدي ستيت كونديشن هي نقطة ايكوليبريم، مش شرط تكون ستيبل نقطة ايكوليبريم، بس هاي النقطة ستيبل. إذا عملت لها ديستربنس مش برجع على نفس النقطة، أوكي؟ إذا هاي الوضع اللي احنا بدنا نعمل له سيميليشن. بدنا نجيب تانك بهاي البارامترز، راح نحطه بالسيميليت، ما في حاجة أعمل له لينيرايزيشن ولا شيء. بدي اخذ هذا التانك زي ما هو، بدي احط المعادله هاي النون لينير ما بين الانبوت والاوت، ما بين البريشر، او الاصح مش بين البريشر، هي اصلا بين البريشر والاوتبوت فلو، بس احنا حولناها بين الاوتبوت فلو والهايت، لانه احنا بنقول انه الهايت هو اللي بسبب البريشر عند النقطه هاي، مظبوط؟ والبريشر عند النقطه هاي ماينس البريشر عند النقطه هاي، البريشر عند النقطه هاي اتموسفيريك بريشر، وهون في اتموسفيريك بريشر، فالاتموسفيريك بريشر عم بنضاف للبريشر تبع الليكويد وبنطرح منه الاتموسفيريك بريشر، فالبريشر اللي هون ليكويد هو سبب الليكويد، سبب الارتفاع. رو دخلت وطلعت من هون، رو لغت نفسها من هون، ها؟ فضل عندي هون جي، بهمني جي، فبقدر اطلع العلاقه بين الانبوت فلو والاوتبوت فلو. ومفروض اذا شغلي مظبوط، اذا اعطيت ستيب فانكشن او بديت بزيرو انيشال كونديشنز، الزيرو انيشال كونديشنز راح تكون هون اتش، هذه زيرو، راح احط هذه هون ستيب فانكشن، ستيب فانكشن راح تبدا من زيرو فلو. طبعا اذا كان زيرو فلو والليكويد هون زيرو، شو راح يصير؟ ما فيش، ما بصير تغير، مش هيك؟ لو كان الانبوت زيرو فلو وكان التانك ملان، ايش راح يصير؟ راح يفضل، مش هيك؟ راح يبدا يفضي منهم. في البدايه راح يكون النزول سريع، بعدين بالاخر راح يصير نزول بطيء، فراح الاقي شيء بيشبه هاي العمليه، اوكي؟ نعم.